طاعة الحكام. طاعة الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات في موضوع طاعة الأمراء في المرويات الحديثية. قبل أن أتكلم في هذا الموضوع وأدخل فيه، أود أن أذكر نبذة لا بد منها، وهي أننا يجب أن نبحث في كل مسألة بحثا علميا دقيقا. الأمور والعقائد والأحكام والنظرات في الإسلام كلها مرتبطة بالعلم، مرتبطة بالعقل. أول كلمة أوحى الله تبارك وتعالى بها إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قف معي أخي المشاهد عند قوله تعالى علم، ذكر لك أداة التعلم والتعليم بالقلم ليحثنا على العلم والتعلم وضرورة التعليم. العلم لا بد فيه من بحث وعمق وفكر، ولا ينبغي لنا أن نكرر ما قاله من قبلنا دون أن نعي الدليل أو وجه الدليل فيما قالوه. وهذا يعني أننا ينبغي أن ننطلق في أبحاثنا من البحث العلمي الدقيق النزيه. قد يقول لي سائل، وأنا الآن في الحلقة الأولى قبل أن أبدأ، ما علاقة هذا بالبحث العلمي؟ إخواني الكرام، الأمر فيه بحث وفيه دقة. لو أحببت أن أضرب لكم مثالا عن البحث العلمي، ما هو وكيف هو؟ ولست أنا في جامعة من الجامعات حتى أخوض في هذا الموضوع وأفصل فيه، لا، لكن انظروا معي إلى أن هذه الأمة الإسلامية التي كان لها تراث طويل عريض في العلوم، من جملة ذلك أضرب مثلا بعلم الطب الذي هو قريب جدا من كل إنسان. في الطب كان عدد من الأسماء اللامعة من العلماء الذين أسهموا في هذا العلم وتقدمه. فعندنا أحد أئمة علم الطب وهو الرازي، الذي ألف كتابا سماه القانون في مجلدات كثيرة، وكانت كثير من الأمم والشعوب تأخذ هذا الكتاب وتجعله عندها مرجعا، وبقي مرجعا هاما في كثير من الجامعات العالمية إلى قبل 200 سنة تقريبا على ما أظن. هناك كتاب في الطب اسمه التذكرة، تذكرة داود الأنطاكي وغير ذلك. لو أننا نفتقد البحث العلمي ماذا نفعل؟ نأخذ هذه الكتب التي كتبها العلماء ونقف عندها ونتجمد عندها ونشتغل فيها اختصارا، ثم ننظم المختصر فيأتي في منظومة لنحفظها في ألفية مثلا، ثم نشرح المنظومة في عدد من الشروح، ثم يأتي بعض الناس ويضع تقريرات حول الشروح، وهكذا نعيش في حلقات بين متن وشرح ونظم وشرح النظم وتقريرات على الشرح، ثم تأتي الحواشي وهكذا. وهذا يعني أنه قد انقطع التجديد والإبداع. لكن لو جاءت أمة من الأمم
أخذت هذا التراث العلمي الرائع الجميل وجعلته أساساً للانطلاق، فانطلقت منه وطورت فيه. هذا يعني أنها قد استخدمت البحث العلمي لإثراء العلم. يأتي عالم من العلماء فيمضي 10 سنوات مثلاً أو 20 أو أكثر ليقدم لنا معلومة جديدة أو ليصحح لنا معلومة كنا قد كتبناها خطأ أو عرفناها خطأ أو ليعدل في تلك المعلومة. هذا هو البحث العلمي الذي أريد أن أخلص إليه في هذه الحلقة الأولى، هو أن أئمتنا في العلوم الإسلامية قد بذلوا جهودا كبيرة وبحثوا بحوثا عظيمة وتركوا لنا تراثا عظيما، ولكن هذه الأمة بعد الفترة الذهبية للعلم أصابها ركود. وفي حالة الركود قد يأتي الإنسان ويضع مختصرات للعلوم التي تلقاها عن آبائه وأجداده، وحين الاختصار قد يخطئ في فهم بعض العبارات أو الجمل، فترى أن هذا الكتاب المختصر الذي جاء بعد قرون من العمل والجهد والبحث قد قصر في إبراز معلومة وقد تكون هامة جدا وتكون من أساسيات هذا العلم. كيف نستعيد المنهج الصحيح والنتائج الصحيحة التي دونها العلماء أو التي أشاروا إليها في العصور الزاهية من عصور العلم؟ لا يكون هذا أيها الإخوة المشاهدون إلا بالبحوث العلمية الرصينة الجادة، وهذا ما سأحاول فعله في هذه السلسلة من الحلقات. شأني في ذلك، شأني في سائر أبحاثي إن شاء الله، وبالله التوفيق ومنه الهداية والسداد والرشاد. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. طاعة الحكام.